انا بقى عايزه اختم معاكي يا حنان، وعايزه اقول لك كلمتين كده من واقع انه اللي عشته، من واقع خبرتي في الحياه، ومن واقع اللي بشوفه من اللي حواليا. بشوف حاجه وما ينفعش ان احنا نعممها، بس انا شايفه انه وهي الناس اللي بتقول كده، انا مش بقول كده، انا هقول لكم رايي الناس وبعد كده اقول لكم رايي انا، زي ما دايما بعمل معاكم في قصه حقيقيه. يقول لك انه الست اللي بتتجوز وهي صغيره وبتجيب عيال وهم صغيرين بتبقى احسن لها من اللي بتشتغل وتحتك بالناس ويبقى معاها فلوس، لانه الست لما بتمسك قرش بتبقى قويه. خلي بالك لو اتجوزتها قويه، لا، خدها صغيره وربيها وهي صغيره عشان تتطبع بطبعك وتفضلوا مع بعض طول العمر، مع انها مش حقيقه. وشفت ناس اتجوزوا من هو صغيرين وقعدوا مع بعض فتره وراحوا في الاخر وصلوا لطلاق. انا اللي عايزه اقوله لك يا حنان انه تتجوزي او ما تتجوزيش ده قرارك يا حبيبتي. قرارك يعني ايه؟ يعني انت تقولي انا عايزه ايه في الراجل اللي معايا. الخلفه بتاعت ربنا، زي ما في ناس رخمه اللي هو بصي احنا اتجوزنا يعني انت ما اتجوزتيش هيقعدوا يزنوا عليكي، بعد ما تتجوزي يكلموكي كل حامل ها اقول مبروك ها مش لا فيش حاجه جايه في السكه، نفسي اعرف جاي في السكه منين؟ احنا هنجيبه منين؟ بعد ما بنخلف خلاص بنجيب تاني هتخوي؟ لا اوعي، ما ينفعش يبقى لوحده، لا لازم تشوفي تاني، لا شوفي، لا مش عارف ايه، يقعدوا يزنوا 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 يزنوا. ولو مشينا وراكو هنروح في حته وحشه قوي. بقينا احيانا ما نحبش نروح مناسبات، ما نحبش نقعد مع عائلات، بنقفل على نفسنا لانه ده اختيارنا. عارفين مين اللي بيسكت؟ اللي بيقول لك اصله عنده زي البنت يا عيني اللي يا عيني اللي ما اتجوزتش، ما احنا عندنا واحده في البيت برضو لسه ما اتجوزتش، فطنط دي بتضطر تسكت، ما تجيش تقولي كلمتين عشان بنتها برضو ما اتجوزتش او بنتها التانيه ما خلفتش. حرام عليكم. لا ده مرتاح ولا ده مرتاح غير لما يكون اختار الحاجة اللي هو بيحبها. اوعي يا حنان تتجوزي عشان هما بيقولك اتجوزي او ما تتجوزيش، مش حاجة اسمها حد نصحني وحد ما نصحنيش. ما انا ياما نصحوني ما تتجوزيش، وياما انا كنت بقول لا انا مش عايزة اتجوز، لحد ما قلت ايه، كل واحد فينا لازم يجرب. انا ما اعرفش بكره الحياة تنتهي بيا فين، زي ما يجي يقولك حب وجنة وعشت فيها فجأة ممكن تلاقيهم متطلقين، مقلب القلوب. عشان كده عمري ما هقول كلام يتمسك عليا، لك دي كانت بتموت في جوزها، اه دي حقيقه دلوقتي، معرفش بكره في ايه، يا ترى هنفضل نموت في بعض ولا هنموت بعض؟ ما تعرفيش، عشان كده اختاري اللي يناسبك دلوقتي. اختاري اللي انت عايزاه دلوقتي يا حنان، انت اللي تقولي. ومش عايزه اقول لك ان اخوكي ممكن يكون طمعان او لا، مش عايزه ان انا اقعد اقول لك اه ده دول طمعانين ودول عايزين ودول شايفين، لان انا مش هسودها. واقعد اقول لكم اه ده الكلام الحقيقي، اه بنشوف مش عارفه اخت بتعمل في اختها ايه والتانيه بتاخد منها ايه وده بياخد منها ايه، مش هقول لك كده ومش هعمل كده ومش هساهم في ده، مش هساهم في اللي عمال يحصل في المجتمع ان احنا عمالين بندمره حته حته. وكلها عادات وتقاليد، يعني ايه؟ يعني بني ادمين زينا اخترعوها، مش هنمشي وراهم. اختاري اللي يريحك يا حنان واتجوزي، مفيش حاجه اسمها انا هقدر او مش هقدر. ربنا يديكي طاقة من عنده ويديكي صبر من عنده ويديكي سعادة من عنده. بشكركم جدا، كنت مبسوطة اني موجودة معاكم النهاردة بنناقش قضية زي دي، وبنشوف انه ذوي الهمم والجواز والطمع والفلوس في حلقة واحدة. بشكركم جدا، واستنونا في حلقة جديدة وقصة جديدة، بس تكون قصة حقيقية.